السلام عليكم. وحش سامسونج جالاكسي اس 24 الترا وكشف تفاصيل هامة لغاية حول هذا الهاتف المعجزة. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل أن أبدأ أتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نستمر إن شاء الله في المزيد أو في طرح المزيد من الفيديوهات إن شاء الله. تابعوا الفيديو حتى النهاية. من المتوقع أن يأتي هاتف سامسونج الرائد التالي سامسونج جالاكسي اس 24 الترا بكاميرا واحدة أقل من سابقه. يحتوي جهاز الجالاكسي اس 23 الترا على 4 كاميرات خلفية بما في ذلك كاميرتان للتلفوتوغرافي، ولكن وفقا لمعلومات موثوقة يمكن أن يحتوي الجالاكسي اس 24 الترا على 3 كاميرات خلفية فقط، ويشاع أن الكاميرا المفقودة هي الكاميرا المقربة 3X. كشف تفاصيل هامة للغاية بشأن الجالاكسي الاس 24 الترا. ومع ذلك قد يكون لدى سامسونج حل جديد في الاعتبار. وفقا لأتيبستر آيس يونيفرس يمكن أن تستخدم الشركة عدسة زوم منظار مستمرة يمكنها التكبير من 3X إلى 10X على غرار وحدة الكاميرا المقربة التي عرضتها LG العام الماضي. سيسمح ذلك للكاميرا المقربة الفردية على الجالاكسي S24 الترا بأداء وظيفة أو كل من كاميرات التكبير على جالاكسي اس 23 الترا. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن توفر هذه الكاميرا الجديدة جودة صورة أفضل مع نطاقات تكبير متوسطة لم تكن ممكنة مع الإعداد السابق للكاميرا. والاحتمال الآخر هو أن سامسونج واثقة من الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 200 ميجا بيكسل والتي قد تسمح بتقريب رقم 3X، أي ما يعادل تقريب بصر 3X على سامسونج جالاكسي اس 23 الترا. هذا من شأنه أن يلغي الحاجة إلى كاميرا أو إلى كاميرتان تليفوتوغرافي منفصلة تماما. ويمكن أن توفر إزالة كاميرا واحدة من سامسونج جالاكسي اس 24 الترا تصميما أنظف على الواجهة الخلفية من الهاتف وتقليل الفوضى. ويعد الجالاكسي اس 23 الترا حاليا أفضل هاتف مزود بكاميرا من سامسونج، ويضم 4 كاميرات خلفية قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية. 2 من هذه الكاميرات عبارة عن كاميرات تليفوتوغرافي مما يوفر إمكانية تكبير وتصغير لا مثيل لها مقارنة بالهواتف المنافسة. برأيكم ما هي أهم ميزة يفتقد إليها الجالاكسي اس 23 الترا ويجب توفرها في يعني إن شاء الله الجالاكسي الاس 24 الترا القادم؟ وما رأيكم في إزالة الكاميرا الرابعة وسوف يصبح الجالاكسي اس 24 بثلاث كاميرات فقط؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين. Peace.